طلع الان على الظروف اللي او الاسامبشنز اللي راح نفترضها من هون. هلا راح افترض اول شيء انه عندي في خط هون راح احط هون خط زمني راح احط 1 2 3 مثلا 4 راح احط خط زمني هون هذا راح اسميه خط الارايفلز هذا راح اسميه خط البوردينج مش راح يبين هذا الخط مزبوط خلينا اكتب هذا بالاسود هذا البوردينج تايم لاين وهذا الارايفل تايم لاين راح احط الان خط عمودي هون عند لحظه اخر باسنجر لما بوصل وببدا يعمل بوردينج خط افقي هون وهي نقطة مهمة هاي نقطة الارايفل تبع اخر باسنجر هلا اذا كان الزمن كونستنت ما بين الارايفل للباسنجر والثاني ايش راح يكون الزمن بين الباسنجر والثاني؟ اذا عندي ارايفل ريت مقداره لامدا اللي هي؟ لام بين باسنجر وباسنجر قديش راح كم سكند راح يكون بين الباسنجر والباسنجر اذا الارايفل لامدا واحد على لامدا واحد على لامدا راح يكون عندي فراح يكون عندي الان بين الباسنجر والثاني خليني احط هون اذا بحط خمس باسنجرز ويوسعوا معي بس اشيل هون امحي من هذا التعريف وراح احط هون ثلاث بلوكس لكل باسنجر فهذا الارايفل تبع الباسنجر انا راح احط خمسه هون ممكن يكون اي عدد بس انا راح احط خمسه هون خمس باسنجرز بعد ما نشوف المعادله كيف تطلع معنا واحد اثنين ثلاثه هذا سميته الارايفل تايم لاين تايم لاين كانه خط بيمثل الزمن بس بيمثل الارايفل تبع الباسنجرز نرجع نكمل بقيتهم هي واحد هذا الخامس فهذا راح اسميه P5 هذا P4 هذا P3 واحد اثنين ثلاثة هي P2 واحد اثنين ثلاثة هي الأرايفل تبع P1 نحن مفترضين كل شيء زي الساعة بيمشي راح يمشي كل شيء زي الساعة يعني المصعد راح يكون جاهز ويبدأ يحمل ويطلع راح يبدأ يحمل آخر باسنجر لما يوصل آخر باسنجر بحيث إنه ما يكون في تأخير فراح احط هون هلا بالخط الاسود خلينا نستعمل الازرق فالمصعد راح ياخذ اخر باسنجر هلا راح ننتقل من الارايفل تايم لاين للبوردينج تايم لاين فراح نفترض انه اخر باسنجر راح يعمل بوردينج في اللحظه اللي بوصل فيها حتى يعني ناخذ اوبتيمال برفورمانس فراح احط هون الخط الاحمر هذا يطلع هون هاي لحظه بدايه البوردينج تبعت هذا الباسنجر فبدايه البوردينج تبعت هذا الباسنجر راح احطه هون خط زي فهذا اللي هو البوردينج تبع الباسنجر الخامس فرح يخلص البوردينج تبعه خلينا افترض احط مربع واحد لزمن البوردينج فالباسنجر الخامس راح يعمل البوردينج تبعه هون فهذا الزمن هو تي بي ان مظبوط وبنرجع هلا للرابع الرابع راح يعمل قبله انا رجعت فيها رجوع عشان هاي هي النقطة كريتيكال إذا كل شيء بده يكون اوبتيمم عندي راح تقول لي كيف أنت بتشتق معادلة الاوبتيمم ما فيش مشكلة بنعمل محادلة الاوبتيمم وهاي بنعتبر إن هاي أحسن شيء ممكن يتوفر في الواقع راح يكون أسوأ من هيك وراح أرجع من هون هلا عندي تي بي إن لهذا الباسنجر وهاي هون تي بي إن فهذا البوردينج تبع الخامس نحطه إذا بدكم بي خمسة وهذا البوردينج تبع الرابع وراح نرجع كمان هون واحدة وكمان هون واحدة فهاي راح تكون عندي الثالث وهاي راح تكون عندي الثاني وراح نرجع كمان واحدة هون راح تكون عندي هذه الأول من هون راح أفترض إنه المصعد وصل كمان في اللحظة المناسبة تماما فعندي هون هاي راح تكون بي واحد هاي بي اثنين هاي بي ثلاثة هاي بي أربعة بي خمسة وبعدها إيش راح يعمل؟ راح يسكر بابه وباب التسكير خليني أعمله مثلاً هون راح يصير عندي هاي تي دي كلوز راح يطلع المصعد أوكي؟
وبعدين اذا رجعنا هون هذا ما راح يبدا يعمل البوردنج تبعه الا لما يكون الباب فتح. خلينا نفترض هذه هون تي دي اوبن وهي اراي. هون ديبارتشر. اوكي لاحظوا كل شيء معمول زي الساعة، الساعة بالضبط، الوصول في اللحظة الصحيحة تماما، وصل هذا في اللحظة الصحيحة تماما، بحيث انه بس فتح بابه بدأ يدخل هذا الباسنجر. هلا أنا مضطر أحط هذه أكبر من هاي، ليش؟ إيش المقارنة بين هاي؟ إيش حكينا كل واحدة بين هدول، بين الوحدة والثانية؟ نحطها بالأحمر. واحد على لامدا، مش هيك؟ فهذه واحد على لامدا، وهاي واحد على لامدا، وهاي واحد على لامدا، وهاي هون واحد على لامدا، وراح يكون في بينهم هدول. فهدول كل واحد بينهم وبين الثاني، مين لازم اذا يكون اكبر، واحد على لامدا ولا تي بي ان؟ اكيد واحد على لامدا. بهاي الحاله واحد، واضح انه واحد على لامدا، مش هيك؟ اذا احد الشروط هون ما حطيناها احنا بشكل واضح، بدنا نحطها. هلا ممكن ارد اشتق معادله ثانيه، بس المنطق بقول قديش لو اخذنا ارقام منطقيه، ناخذ رقم منطقي مثلا لامدا، شو كانت تطلع معنا؟ مثلا كانت تطلع معنا 0.4 مثلا. خذ تيبيكال فاليو، typical value لامدا بتساوي 0.4. اذا واحد على لامدا بتساوي، طبعا هاي passengers per second، هاي بتساوي 2.5 seconds، مش هيك؟ between passengers. تي بي ان عاده الرقم المنطقي كنا نحطها 1.2 seconds. اذا انا مضطر اذا بدي ارجع من هاي النقطه وارجع رجوع لورا لازم يكون هذا اكبر من هذا. واذا احد الشروط هون لازم نحطه كمان، هاي المعادلة بتكون صحيحة إذا كانت واحد على لامدا أكبر من تي بي ان. أنا رح أفترضها هيك بالرسمة، رح أرسمها. إذا بدي أشتغل على طريقة ثانية برسمها بطريقة ثانية. طيب نطلع الآن، نحطهم هدول بالأسود مثلا. قديش استنى هذا الباسنجر حسب هذا التعريف؟ التعريف من وين لوين لكل باسنجر؟ من الأرايفل تبعه، هاي النقطة هي نقطة التولد للباسنجر. الاكس الاحمر هذا اللي موجود هون نقطة تولد الباسنجر، فهذا الباسنجر بي 5 تولد هون بالنقطة هاي، وهذا هون وهذا هون وهذا هون وهذا هون، هذا خط زمني ماشي هيك، وهذا الخط الزمني منطبق على الخط الزمني اللي موجود هون، بس حطينا انه هون صار اكتيفيتي وهون صار اكتيفيتي مختلفة. بي 5 قديش الويتنج تايم تبعه؟ زيرو. مش هيك مظبوط؟ مش احنا هيك عملناها رتبناها، وعلى فكرة احنا قلنا كمان انه كونستنت فاليو اوف تي، فالمصعد لما يروح يختفي ويرد يرجع راح يرجع بزمن ثابت كل مرة. هذا الجزء منه هو البوردينج، هذا فتح الباب، البوردينج تسكير الباب، راح يروح يوصلهم ويرجع، لما يرجع مره ثانيه راح يرجع عند النقطه هاي، لانه احنا هيك فرضنا، وفرضنا كمان انه انترفال، في انترفال كونستنت بين كل ارايفل وارايفل، بين المصعد والمصعد، مش هيك؟ قديش الانترفال بيساوي؟ ار تي تي على ال، تمام، فباخذ ار تي تي وبقسمها على ال، راح الاقي في عندي مصعد هون وصل قبله، هون مصعد وصل قبله وقبله، والزمن بينهم متساوي، بحيث انه كله زي الساعه عم بيشتغل. هذا العالم المثالي. بيشتغل كل شيء زي الساعة، كل باسنجر بوصل واحد على لامدا قبل الباسنجر اللي قبله. كل مصعد باخذ ار تي تي سكندز للسايكل الكاملة. هذا طبعا جزء من الار تي تي، مش هيك؟ اللي هو بي في تي بي ان زائد تي دي او زائد تي دي سي. والباقي اللي هو الدليفري الكينماتكس. وعندي هون ايكوال سبيس وهدول ايكوال سبيس، وهذه واحنا عاملينها سينكرونايزيشن ومظبطينها بحيث انه هاي تيجي باللحظة بالضبط اللي هون، هذا اقل ممكن افرج ويتنج تايم ممكن يصير. طيب نطلع على بي 4، قديش استنى بي 4؟ هلا وين لحظة تولده؟ هاي. إمتى بدأ يعمل بوردينج؟ عند النقطة هاي، مظبوط؟ مش هون عم بدأ يعمل بوردينج، إذا الويتنج تايم تبعه واحد على لامدا هو هاي، واحد على لامدا ناقص تي بي ان. طيب واللي قبله رح تكون عندي من هذا الزمن لهذا الزمن رح يصير عندي من هون، مش هيك؟ فرح يصير عندي هذا الباسنجر رح يستنى عندي اوريدي في عنده واحد على لامدا، وراح ياخذ اللي هي هذه من هون هيك، اذا اخذناها راح تكون من النقطه هاي الى النقطه هاي، واللي قبله هلا بدنا نطلع فورمولا لها. وعندي هذا هذا الباسنجر راح يستنى طبعا من النقطه هاي من النقطه هاي للنقطه هاي. هلا لاحظوا هاي المساحه كلها قديش، المسافه كلها قديش من هاي النقطه لهاي النقطه، راح تكون بي ماينس واحد، مش بي بي ماينس واحد في واحد على لامدا، مظبوط؟ هدول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس باسنجرز، بس هدول واحد اثنين ثلاثة أربعة، مظبوط؟ وعندي وهذا الزمن اللي هون هو واحد اثنين ثلاثة أربعة كمان في تي بي ان، مظبوط؟ فإذا جيت اطلعت على هذا الباسنجر باخذ هذا الطول
ناقص هذا الطول رح يكون الزمن تبعه. مزبوط؟ هذا الطول قديش؟ 4 في 1 على لامدا، وهذا الطول من هون 4 في 1 على 1 في 4 في تي بي. اوكي ماشي، خلينا عشان نمسح هناك ونبدا نحط المعادلات.